حتى اللاعب الاجنبي، حتى المدرب العالمي، حتى كذا يعرف منين تكلم. وشاب لما تقول حتى على مستوى تصفيات اوروبا في لاعب سعودي، انت عارف ان اللي اهل مثلا مقدونيا لاعب في نادي الفيحة ممكن يهبط، ولاعب اللي طلع واللي اهل السويد كويسون في نادي الاتفاق من الفرق اللي بتهبط، تجي على بويلنا لاعب في نادي هذاك الفيحة هذا الفيصلي. فلذلك حتى الفرق المتوسطه عندك عند لاعبين، تجي على الكاميرون تلاقي لاعب، تجي على اي منتخب تلاقي. احنا تكلمنا على البطوله العربيه لما لعبنا بمنتخب باء اللي قلت لك عليه، لقينا برضه لاعبين الصف الثاني من الانديه العربيه لاعبين منتخبات موجوده. فالسعوديه وين ما تروح موجوده، اسمها موجود، ان الانديه موجوده فيها. فلذلك انا اقول هذه اسباب، دعم كبير من سمو العهد، وجد رجال ثقات من الوزاره، الان الانتاج قاعد يصير. الشيء الثاني اللاعبين بصراحه اللي موجودين عندك، لما تتكلم على زي ما قال شاب النجعي، عبد الله العمري، خالد الغنام، ناصر الدوسري، تومبوكتي، ترى كل هذول اللاعبين من الدرجات الاولمبيه ودرجات الشباب والناشئين طالعين.